سكريبت معنا اليوم اختيارات مزينة برشا، إن شاء الله تكون رقت لكم وعجبتكم. الفواصل الموسيقية التونسية اليوم بنسبة كبيرة. حكينا برشا في شأن التربوي ومواصلين، ولكن المرة هذه مع نقطة خارجية. مباشرة معنا من الجسرين زميلتي نادية ارتيبي، نواصل مع شأن التربوي وتدشين مدرسة عمومية. صباح الفل والياسمين نادية. تحية طيبة ليك إيناس وكل مشاهدين نسمة تصبح. طبعا اليوم نبعث لكم نسمة خاصة جدا وجميلة جدا من قمة القمم من الجبل الشامخ، من جبل الشعامبي، ونحن موجودين في تخوم جبل الشعامبي بالمدرسة الابتدائية فجب حسين. أيضا نرسل لكم معناها جمال الصورة، جمال العيون القصرينية، جمال أطفالنا اللي متوزعين في مختلف أرياف القصرين. وهنا نحكوا على تلامذة مدرسة فج بوحسين كما قلنا المتاخمة لجبل الشعامبي. ونحن نعرفوا إيناس أنه المدرسة هي الكون الثاني للتلميذ، هي العائلة الكبرى للتلميذ، لأن المدرسة هي اللي تبني التلميذ. وعلى خاطر التلميذ لازم يلقى الحاجات اللي تشجعوا على البقاء، اللي تشجعوا على الدراسة، اللي تشجعوا باش يرسم تفاصيل مستقبله ويكون عندنا جيل متوازن. لازم الأساس يكون صحيح من المدرسة. مدرسة فج بوحسين المدرسة البدائية الريفية اللي كانت تعاني برشا مشاكل من ناحية البنية التحتية، من ناحية غياب الظروف الملائمة للدراسة، من ناحية أيضا غياب التشجيعات سواء كانت لوجستية أو مادية أو معنوية في المدارس الريفية. ونحن نعرف أن في ولاية القصرين عندنا تقريبا 150 مدرسة في حاجة لتدخلات من هالمدارس، اللي في حاجة إلى تدخلات عاجلة. هذه التدخلات كانت معناها ظافرة وشافية ووافية في مدرسة فج بوحسين اللي دخلت فيها منظمة إند العالم العربي بما تكلفته 130 ألف دينار. التدخلات كانت في تهيئة الأقسام، في معناها تهيئة ساحة المدرسة، في بعض المعدات اللوجستية اللي تعاون التلميذ، الأمر اللي خلى المدرسة اليوم تستعيد تلامذتها من 60 تلميذ. اليوم وصلنا لقريب 100 تلميذ بعد ما كانوا التلامذة ينقطعوا نتيجة هذه الظروف. ولكن ما زالت فما مشاكل، إن شاء الله تتدخل جهات أخرى معناها تحسين الظروف. مدرسة فج بوحسين من المدارس الابتدائية اللي دخلت فيها منظمة إند العالم العربي بولاية القصرين، هما 6 مدارس. قيمة التدخلات تقريبا 800 ألف دينار. ولكن خلينا نعطوا لمحة من خلال يسرى تلميذة بمدرسة فج بوحسين على المدرسة كيفاش كانت وهي تقرأ سنة أولى، واليوم المدرسة رابعة ابتدائي كيفاش ولدت. يسرى أنت تسكني هنا، في سنة أولى كيفاش شفتها المدرسة، واليوم في سنة رابعة ابتدائي شنو الجديد اللي فيها؟ شنو هو الكسرة؟ فسري لنا شوي. مدرستنا كانت مكسرة. وصحتنا كانت خايبة. نعم. واليوم؟ اليوم ولدت مزيانة جميلة جدا. فرحانة بها. يعطيك الصحة يا يسرى، وإن شاء الله موفقة وإن شاء الله ديما ناجحة. بعجالة مع سي عزين مدير مدرسة فج بوحسين، أهمية التدخلات هذه في المدرسة هذه لإعادة بناء معناها التلميذ اللي تقريبا كان كاد يقاطع المدرسه في فتره سابقه. شكرا انستي، شكرا لكل المشاهدين. اليوم هو يوم فارق في حياه تلاميذ مدرسه فج بوحسين، ويوم فارق في جهه فج بوحسين المتاخمه مش عندي، وهو على بعض مئات الامتار، انه ننتقلوا من مرحله المعركة حول نحو استرداد التلامذة إلى المدرسة، إلى مرحلة تجهيز المدرسة وتدريسهم وتمدرسهم في ظروف جيدة، في ظروف باهية برشا. التدخلات اللي صارت في المدرسة؟ فعلا التدخل، أنا تحصلت على مدرسة فيها في في حركة نظامية لسنة 2013 في مديرية المدارس الابتدائية. كانت الحقيقة مدرسة بائسة برشا، كانت معناها قاعات غير مهيئة، كانت تقطر، كانت الشبكة الكهرباء مهترئة، كانت البيبان مدمرة فعلا، معناها الريح ينفخ من شبابك. المدرسة هذه الإعلام هي عندها 60 سنة من 1962، ما وقعش فيها حتى صيانة. الاثار تمت صيانتهم وهي ما تمش صيانتها. اليوم شو صار؟
اليوم الحقيقه معناها تبدل الوجه تماما، تم تدخل على مستوى الاسطح، تجدد الاسطح، الليتاش، الصبه البارده، تجديد شبكه الكهرباء، تجديد النوافذ اللي هو الالومنيوم، ملعب كما تشوفوا وان كان يقصد بعض الشيء، كيف مكتب المدير، كيف مسكن كامل حولناه الى ترشيد ثقافي بتدخل عنده كذلك، قسم تحضيري تم صيانته ودهنانه، مكتبه وهي بنايه كانت متداعيه للسقوط. باش نرجعوا لك سي عزيز اكيد معناها في الريبورتاج نتاعنا، ولكن خلينا نختموا مع السيده ايمان حمزه، مرحبا بك ممثله عند العالم العربي. عند العالم العربي اليوم في اطار برنامج افلاطون واللي حضرت في القاسرين في مختلف المدارس، ونعرفوا تدخلاتكم صارت في 6 مدارس في ولايه القاسرين بقيمه 800 الف دينار. البرنامج هذا يدخل في اطار استراتيجيه وطنيه، لو كان نحكوا على جمله التدخلات في القاسرين وفي الولايات المشموله بهذا البرنامج، والهدف من هذا البرنامج خاصه كي نحكوا على افلاطون معناها نحكوا على بناء تلميذ، على فكر، على علم، على حاجات ممكن اللي تخلي التلميذ يحقق نقله نوعيه من خلال النوادي اللي ركزتوها في مختلف المدارس. شكرا. برنامج أفلاطون هو نحن ننشره في تونس على المستوى الوطني في داخل المدارس العمومية في اتفاقية شراكة مع الوزارة منذ 2019. البرنامج هذا أفلاطون هو برنامج أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية للطفل. أهدافه هو برنامج دولي موجود في أكثر من 120 دولة، لكن عند العالم العربي هي الممثل الرسمي والوحيد في تونس لهذا البرنامج. أهدافه أنه ينمي مهارات الحياتية للطفل من أجل إنتاج اجتماعي واقتصادي أفضل في المستقبل، يعني نخدمه على الطفل والمواطن 2050 وما فوق. البرنامج هذا أيضا يمتاز بالمحتوى نتاعو، إلا هو محتوى ينمي مهارات حياتية للطفل، المهارات الذاتية، المهارات الفكرية، ويغير من سلوكه في المجتمع باش يكون مواطن مسؤول. وأيضا المقاربة نتاعو أنه هو برنامج عنده مقاربة بيداغوجية مركزة على الطفل، تعطيه أكثر حظوظ أنه يكتشف نفسه وأنه يوظف مهاراته من أجل نجاح حياته الاجتماعية مستقبلا. ولا إيمان أكيد باش نكملوا معاكم نحن اليوم في تنقلاتكم خلال تسليم هذه المدرسة وغيرها من المدارس. مازال البرنامج متواصل في ولاية القاسرين في مختلف الولايات، وأيضا مازال المدارس الابتدائية في جهة القاسرين تتطلب تدخلات سواء من المنظمات ومن الخواص وأيضا من الدولة، لأنه تدخل الدولة مهم جدا لإعادة التلميذ إلى المدرسة. شكرا لك، شكرا جزيلا لك زميلتي ناديه الارتيبي، مداخله مميزه كالعاده وننفتح من خلالها على المدارس العموميه وكم نسعد بتدشين مدرسه وتغيير وتحسين وصيانه مدرسه عموميه. الايقاع الرياضي الامضاء لزميلي خالد اليعقوبي من قسم الرياضه وضيفه طارق المسعود.